أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رمضان زمان هذه نفحات رمضان ولياليه الطيبة الجميلة وأيضا نسماتها الرائعة في هذه الحلقة يسرنا أن نستضيف شخص اهتمت أسرته بالترتيب والتهيئة للأفراح وكذلك للأتراح وهو اشهر من نار على علم في مدينه في مدينه سيئون. ضيفنا لهذه الحلقه هو العم ناصر برك حنشي الملقب بناصر بوكندان. اهلا وسهلا بك عم ناصر في هذه الحلقه. آه ماذا تقول في بدايه الحلقه يا عم ناصر؟ اهلا وسهلا بكم في قناه حضرموت ونرحب بكم وشهر مبارك وكل عام وانتم طيبين ونحن نقدم انا اعرف نفسي أنا مقدم ناصر برك حنشي مقدم الشؤون الاجتماعيه بحافه الحوطه بسون يا بك يا عبد ناصر. طيب يا حدد اول تشرح للناس عملكم انتم في الاسره كيف عملكم؟ عملنا نحن كشخصيا في اسرتنا نحن معروفين اصحاب محلات مشرب بوكنداه معروف بجنب القصر نعم تولفنا من جدا عن اب نعم اجدادنا الله يرحمهم وشيابتنا وعايشين فيه لكن نحن تفرغت اتفل... عن نفسي في من قبل حافه الحوطه كلفونا احنا في شؤون اجتماعيه هذه شؤون اجتماعيه نقوم بها بالافراح والاتراح. نعم. حد عنده زوايا يرتب امور زوايا وكلها من الالف للياء يعني. برضو حد عنده وفيات يتصلوا عليك عشان قدم فلان فلان عندنا واحد توفي نجي نرتب له الامور كلها هذه. طيب في الشهر الكريم يا عم ناصر في شهر رمضان نعم ايش دوركم ايضا بالضبط كشؤون اجتماعيه؟ شهر كريم شهر كريم في روحانيه وفي جلسات وفي ختومات وفي ما في المسايد ونقوم هذه اعمال الختومات في المسايد يعني من ندور القهوه وندور بالدخون ونرتب له في ال هذه الختومات نعم برضه لو العصر ال رمضان لو العصر العصر مع الاطفال في عندنا الختومات هذه في سون يعني تبدا من ليل سبع نحن عندنا الختومات تبدا ليل سبع ليل السبق. في المسجد يبدا هو اول ما يبدا من مسجد جبران جبران وهكذا ويوم غب وختم غب وختم وا. بس اقوى مسجد بس بعض الختومات لها ميزه خاصه نعم يعني اعطيك مثال يعني مسجد علي بن عبد الله هذا ختمه هذا اللي في المسجد يكون له رونق ثاني ليل سبع ليل 17 17 هذا له يعني يحيون الختم في المسجد واخر شيء يخرجون بالمشاعيل هذه المشاعيل حق اول الغاز يعني موجود اليوم؟ لما الان ايوه اللهم سنديك ما وقع لنا بحكم ان ال... الكورونا الله لا يعود يعني. ان شاء الله مم. وانما هذا اللي عم يخرجون يخرجون بالقريب اربع مشاعيل يقولون على الله بنظره من العين الرحمة وهكذا طقوسها كانت حق اول يتحركون منين لفين؟ يتحركوا من المسجد الى خارج المسجد هذا من اول معناه هذا كان ماشي كهرباء تضوي للختم وفيه وفي برضه حق على هاي اللي يرددونها؟ على يلا من بسوطة. العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة على وهكذا وبعد لا غلقوا يرتبون الفاتحة ومن هنا يقولون من العادي خاصة في علي بن عبد الله سبعة عشر آه كأنه خاص يودع رمضان يعني رمضان آه. من هنا ينطلقون على من العادي وبرضه في خاتم دحين استحدثوه للاطفال خاتم السقاف هذا جديد بس جديد لا لا ما هو جديد استحدثوا الاشياء هذه اللي فيه الجديد للاطفال يبون أيوه. فرقه من تريم يعني يمثلون حق الفتوحات ومش عارفه وجو الختومات في شق وهذا الاحتفال في شق البساط هذه الكاكاوات على ينب والاحتفال هذا يكون على ينب العصر ومثلون يمثلون يبون فرقه من تريم يكون ختم مميز وبعض الختومات ما شاء الله كلها تمشي ذا بعد ذا ذا بعد ذا ناصر الحواف اول كانت لها ايضا ادوار ثانيه غير مثلا الاتراح والافراح مثلها مثلا او قديما الحويف قديما حتى كانت محل المطافي كان يعني الدفاع المدني ايوه كانت هي تنقذ الغريق وتنقذ احد عنده حريق حريق هذا اللي يقولون نحن عن نفسنا ايدادنا حكوا نحن عن انه ينقذون عنده طفي شلون ما من مسائل يروحون ولا يطفون نعم كانت وسائل ماشي وهذا يقوم تقوم بالحافة برضه الحافة تقوم بدور ال الأفراء الوفيات هذه يعني عندنا كان مقدم في الوفيات في الشؤون الاجتماعية يجي لك واحد نتصل به يقول لك يا مقدم الحين بغيتك تي تي تحصل هذا صاحب ده ما هو دار لك قل له هدأ أنا قلت له أطلب منك إنك تعرفنا بس إنك قبل كل شيء بقي لك لازم تخبره اقربائك الاعزاء هذا اللي ما بقدر اعرفه بالضبط لكن امورك اشياء هذه كلها الترتيبات والتهيئه منها طبعا ما ينزل كلها انا برتب لك قبل ما نلقي الاعلام ما تخلي حد يدرى من الغير اقربائك اول اشعرهم بعدين لا تهمر اشياء كلها ورا عكس عندنا في الافراح برضه يعني واحد يجي تحصله يخطب لولدي يقول لك يا مقلد أنا الان خطبت لولدي وخلاك اسبوع ولا شيء قال لك شفنا وعدت واتك يوم كذا كذا فلا عندنا لها طقوسه نعم هي اول مره يقول لك شوف انا خطبت ولدي ووعد يسعك يوم كذا كذا نكتبه يا قريب الوعد نجي قبل بيوم قول له شوف عليك الحنه ترتب عليك الدخون عليك كذا وعليك كذا وعليك كذا عندنا بعضهم يقولون قبل الزواج بيوم يسمون حاجه اسمها ذبايح ايوه هذا ذبايح تيم للخلق هذا ذبايح راس غنم يا من عمه يا منخو ايوه طروحات آه هذه كانت يعني الطلب كان... على الحين يا آه. استاذ الى قريب ستة سبعة يسموه لو يسموه يقولون يقولون لقود ولا يقولون شو؟ لا يسمونه ذبايح نحن آه آه ال... ال... آه آه ذبايح هذا, آه آه آه. هذا من اول ويكتبون اسمهم على يكتب اسمه انه آه. اخوه هذا من الصيف هذا من العام نفس الراس كتبوا آه. بورقه ويعبروا يعني يملوا ذحين وهذا رفت آه وهذا يسمونه البورصه بعدين هو اللي اعطاك انت تعطيه بس الحين هم جايين مره يجي منك بعضهم حتى ما يشترون شيء طيب هل حصل اليوم يا عم ناصر في رمضان؟ لا يمكن تقول خطوبة عقد لكن في رمضان ولا شله سري لكن قليل يعني زواج يعني, محل. يعني سد زوجته, آه زوجته, ولا مثلا آه ثنى ولا يعني شيء كذا زواج رسمي بعد آه ما حصل. لا ما, ما بدا حصل, حصل. عندنا في حضرموت ما بدا حصل آه عم ناصر ايضا المظاهر اللي كانت عندنا هنا في سيون مظاهر حق اول حق رمضان في بعضها للاسف انقرضت مع الحديد يعني نتمنى انها تكون موجوده لكن اليوم على الحديد في كما احنا عندنا الحين اللي زقوها نموذج كانت عندنا فرقه اسمها ابا صالح هذه ايوه هذا مسحراتي يبدا يوميا من الساعه 12 بالليل منهم خمسه نعم كلهم من اصحاب اللي يخرج السحيل اللي يخرج القرن اللي يطلع البنى. يعني هذه مهمتهم هذه مهمتهم يسحرون ايه. الناس يطورون الناس انهم يقومون يلقون الفلاح ايوه لاخر خمس ايام في ذا يعملون يبون يلفون حقهم مقابل الورقه حقه بي ايوه اه. الورقه هذه الورقه مقابل المسحراتي مسحراتي ورقه تبدا مع من العصر من اول العصر والاطفال يمشون ويهدى فاصح اقول على صالح عطوه الدره فاصالح يومه وهود مراه من عطوهم يه ولا عطوه سياده بو يصالح من فقع شنه فاصالح لامه آه نعم آه. 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 من هذا العزي وما شاء الله خمس ايام من اربع ايام شيء موجود على اليوم؟ الحين قلت لك شلوها الا نموذي من الاسره حق اللي اخر يوم يجي ما ابغى ما ابغى يبعدون التراث اه لكن علي يمر على البيوت كل ليل علي يمر على قليل لان اللي بس حفاظا على التراث انه ما يضيع يقوم بالاستاذ صالح مع صالح آه لكن هل اقصد انا اول اول يعني كان الخلق يوميا كان... لا الخلق كانت اول ليه لانه كان الخلق تنام ايوه بعد ما يصلوا العشاء ينامون الناس آه, اه لكن اليوم الخلق ذا اهل لما الصبح لما, آه لما الصبح لكن و... بس عاش بعض الجنقرضه من سلال الخلق المدفع انتم طبعا حضرتوه المدفع حضرناه آه. طيب مدفع واحد تاثير بركبة يسمونه هذا اللي قاموا يعني اللي يضربوا اللي قاموا أيوة. بالله قالوا انهم شلوه عن ايام الحواف طلعوه لحافه الصعيد وحافه البلاد شوف كيف المدفع المدفع هم طلعون لكن من يقوم بالوقف حقه هذا حق الباب الوقف له وقف دكاكين حتى اه أيوة. ايوه انا اسمع انه له وقف حتى دكاكين وقف المدفع هذا وهذا ايضا أيوة من عمل اجلالنا اول وقف. ما يعملون خير ايوه اللي يعملون له وقف عشان ألو. يستمر هذا العمل سقايات لا وقف حتى القرايات حق الختومات هذه بعض انا دكان, دكان دكان وقف للقراء يا الله اللوليين. او بعض المحاضرات وصلاة يبني أنت. لك سكه دكاكين ما يوقف حتى يمكن واحد منها لا اله الا الله. الله الدنيا مع الدنيا ايضا يا عم ناصر ما قلنا برضو الالعاب اللي كنتوا تلعبونها اول في رمضان او قبل او غير رمضان يعني بعد, بعد رمضان هي بعد رمضان تجي الشبواني ايوه هذا تو مع عقل العيد نعم برضه يكون في السواري بعد صوم ست يعقون مطلع الزامن للمطلع اللي شبو اللي رمضان يقول مطلع تي عدد عندهم بمناسبة عيد الست اختوام رمضان وعيد الست لكن انتم كشباب يوم لعبكم اللعب حقكم العادي في الحارة اول اول لا لا. نلعب نقدر نلعب يا قراطة يا ما قاعد يع... تعرف العاب ممي... لابس العاب الحركية قوي على الشباب اه والعركية السر وسري هذا قال عندك قبض قال عندك لمس وبتحصل ساحة كبيرة منهم 11 ب 11 راح يدنوا بعض الاحيان يخلصونك من ثيابك يا الله أه على السلام وعلى حضرت الدحنك انت يا عم ناصر؟ الدحنك حضرناها قال كما بالعصيديكم يلعبونها؟ لا ما حضرت هذه لا ما حضرت آه. ما شاء الله ونحن عندنا التزاماتنا في الزوايا حسب ما قلت لك الزواي نبدا بالذبايح ثاني يوم تبدا حاي اسمها الغسة نعم غسة تبدا من بعد وحده الظهر يوناد الزربادي سواء بفرقة الزربادي يدخلون العريس وابوه لما حضر الحشيمه حق البيت حقه يعملوا له ثلاث اصوات ولا شيء بعد ما نعمل له ثلاث اصوات نجيب له الحنة نحني في الغرفه حقهم نعم نحني وكل شيء بعدين يبون الغداء اثناء الغداء نحن نطرب شو الحراب بيتحرك ساعه كذا كذا لان دا دار العروس شاف من تغدى وبيروح يعرف انهم بيتحركون ساعه كذا كذا تعال نطلع العريس نعربه نريضه انه حبايب من الحبايب نقيله له اليبه والالفيه على حسب التقليد على حسب, حسب كل اسم كل التقليد ايوه نعم. ونقريب الحراوه لما تحت الدار ونشلوا لما دار العمو صلى الله على محمد وعلى ال محمد اكثروا من الصلاه على النبي فوق المعرس نحن ومن مروحه ذي خضراء أيوه. بيضاء على نعم ونصلي عند العمو نحن ميزتنا سوم عن نخلي المعرس يصافح تو يروح ثاني للفرش نعم صافحونا أي الوقت يعني ايوه والمعرس هم عنده معاده أيوه. ايوه ويقعد ويحضر العقد ويعقد وكل شيء وندخنهم كل شيء يقومون اصحابه صافحون وتعرف ما قريب مغرب بعد المغرب, المغرب يرجع بيته اثناء العشاء ساعة 8 ونص تبدا عشد هنا ايوه عندنا نظامنا نعم. هنا يقوم عشد دهينه بعد ما يتعشون الدهينه الساعه 9 ونص يبدا السمر اللي هو كانت سهره سهره وكان زربادي زربادي اذا كان زربادي له طقوسه يفقعون كم اصوات يونا العروس الحين بدل ما هو المعروس يروح عند العمو نعم هم العروس يون عند المعروس ويقومون يستقبلونهم نعطيهم على نظامنا نحن نعطيهم ثلاث اصوات عم تقول لك ثلاث اصوات وهذه الثلاث اصوات خاصه لا العروس ما حد يقوم يزفن ايوه ايوه لا العروس بس قال لك ثلاث اصوات عبرنا لهم مقتله تخون لا العروس طبعا عبرنا عبرون لهم شاي كلهم مال دينه عاد يقول له دخون وشاي نجيب يعني الحنة عنا حاجة نحني نحن له عنده قدامها العمو نعم بالدين نحني له وهي تقول في كل اسر طبعا في, في كل طبعا نعم حنا هنا كلش قام زفن يا عمو يا اخوانه كل شيء غلق الزفين غلق ذا قاموا على العرس صلوا نعم بعدين ثاني يوم عندنا حاجه من الصبح هذا العرس المطول يعني. ايوه يوم صبعين صباح لما عندها المعرس صبعونا العروس صبعون ويون لا ما احد عنده يوم على صبعون ودخنونهم وما اقتروا خلاص الحين يا يعني العرس المضغوط ده ايوه صار, آه صار, آه صار, آه صار, صار انا آه سميته المضغوط يعني مضغوط آه 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 يعني هو صح انه متعب وبغى نفس نعم انه يعني كله في يوم صبحتك بالليل وكل شيء في اليوم معه نفس الحين هذيل المضغوط تركزوا على الصالات نعم لو تكلمنا على الاكلات يا عم ناصر عندكم هنا مثلا في شيء اكلات معينه مثلا كذا محدد يعني في اكله متميزه بس أيوة أيوة يعني ايوه في نحن عندنا حايه واحد الحين في فلاح هو كانوا يقولون الكشري ايوه في الفلاح عندنا نعم السحور على قولنا ايوه هذا الكشري مع اللقم مع السمن البحري يكون عاش تمام وبعدها يعني عندنا في الافطار ناس السمبوسه والشربه هذه كذا والباقي كله ويلي ومش عارف هذا كرم الله هذا كله هذا مع الفطار نعم لكن اللي يتميزون به الكشري ودحين حاجه اسمها المخصخص ايوه هذا آه مخصخص يعني قع قع ارفع من هذا ترقى قليل اه ترقى قليل ترقى على الكشري نعم آه مخصخص يقول له تونه ويقول له حنيد ويقول يعني كله يمكن الا هي اللحم عيني لا الله لكنه بس حس ذوق وزين وناس كلهم مشتهرين آه بطباخته ايوه, أيوة. أيوة. طباخين ممتازين التفاطير عندكم يعني مثلا اول كانت هل اعتبار مثلا يعني بصوره كبيره ولا مصغره والله لا يعني. زالت عين يعني تفاطير وكلهم لهم إنهم خلقوا وادين يجي خلقوا وهذا اللي جمع الارحام اللي هذا تشوف هذا بو فضل كبير تجي مع ارحامك وتجي مع ذا وفطارك وبعضهم يقول لك انا يعني يعزم يوازي البنات وذا كل يعني على حسب قدر بقيد على قدره ايوه ولما التفاطير لا زاد من ثاني يوم في رمضان انا اشوفها المره دي وذبلت من ثاني يوم تفاطير وهذه وربك سهله نعم نعم رزقها وسهل ده والحمد لله لما معه لما معه يرحمه يا شاء الله يعني عزيزي المشاهدين عزيزات المشاهدات لا تزال مع العم ناصر الكثير من الـ الـ الأشياء القديمة وأيضا النشاطات التي كانت تعمل في سيئون في رمضان وفي غير رمضان آه انتظرونا بعد الفاصل خلوكم معنا أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات عدنا لكم بعد الفاصل مع المقدم ناصر أبو كندان وحول حديثه عن الطبخة الجديدة الذي أسماها أو يسموها في سيئون المخصخص يا ريت يا عم ناصر احنا او مقدم تعطينا فكره عن هذا المخصخص الطبخه هذه هذا مخصخص يعني يعني على يعني تلقى ارقام من الكشري يعني ايوه بقى. ايش حقه المكونات؟ المكونات يعمل له السمن البحري ايوه يعمل له الحنيد الزين يعمل له الخمر الزين وحتى فوق هذه طرح له تونه اه, آه لكن الدجر ما بيكون موجود لا آه. عاش الرز من النوع الزين بس هو عن فنان هو فنان في طباخته أحد يسمونه علاو يعني هذا اللي يعني هو كانوا ابتكروا يعني هذا من هنا انطلق من, من هنا انطلق يعني الحين بعض مطابخ تجي بس هو ده يعني مميز بس هو يجي تقول له بوات يقول لك اقل حاجه على 20 نفر اقل حاجه ايوه عشان الطبخ تكون حلوه كده. اه لانه حتى الحين يبونه في الزوايات على فكره عندنا في الزوايات حتى يقول العشاء حق بعض النساء يقول بين اللي مخصخص مخصخص اه, آه. يقولنا يعشد هنا ريال لحم وذا وحقنا حتى نحن جديد. حب... ايوه حتى نحن بعض الاحيان ما نتعشى ناقف لل نعم المخصخص لانه منقلب لون ولا احد يقيم نعم وهذا مخصخص نوع السمن البحري برضه يطلع له يطرح كل شيء زين تاكله وممكن حتى تفزع على صابعك لو تكلمنا يا عم ناصر على الاسمار حقكم اول اسماركم في رمضان انا لاحظتها انه الان الجلسه الاسريه ذيك اللي كان الشيبه يقعد وعيال حوله ها أه؟ أيوة. ويتحدث حول أه حقه المغامرات صح. وحقه الاشياء اللي وسفرياته هذه للاسف هذه موجوده اليوم هذه للاسف مع ولدت اولا بعطيك الحين كل زقر كل ولد معه تلفون انشغلوا بهذا الالكترون هذا والالكترون دخل علينا مره بقوه ادمان يعني أي آه ادمان أه. ولكن بعض صار مقيده بإهتمامه والتزاماتها في خروجها جلساتهم وامورهم ولاده للمسجد يصيروا وجلساتهم وبعض الاحيان حتى ين... نحن انا عن نفسي انا وعيالي احيان نقعد نقول لهم يل... التليفونات بعدوها نعم والله عن نفسي يعني خلونا نشوفكم شوفوا امكم شوفوا ذا عند واحد ظلمون بنته قلت له هذه بوانا حتى الساعه الا اربع منكم قبل ما نقعد نقعد نحن انفسنا كاسره انا الان صغير كذا الواحد نقعد نحن والعيال نتغدى مره والحريم علي يعني برضه يعني لا باس كان لازم تحافظ اكيد اكيد الان هذا التلفون دخل بقوة وربنا يحفظ اشياء انتم استفدتوا منها من الوالد الله يرحمه عندما تجلسون حوله حكاها لكم شيء كذا معين كذا امور والله نحن حكانا نحن اشياء قال الله لا يعودها قال شوكم يا عيالي في نعمه يعني قال شو يا وقت قال شو يا ولدي شفنا من اول حضنا هذا الله لا يعودها عليكم قال يا عيش وخلي تتساقط في في المحلات في الله يعزك في كل شيء ولكن انا بحكم اننا مدكن من يا ولادي عانى لباس عزيت اخوانكم الكبار ذيلا قاموا اثنين في وقت المياه نعم وربيتهم يعني يا بقصه حتى حق واحد انه شله مع اهله من كثر الخلق اهله كلهم ماتوا يا الله ويا شليته قال الله وربيته قال يوم كبر قاعد يبكي ذكره له قا... اه قال له انت اللي بتطردنا قال له انا رزقتك مع عيالي بدت بدت بد قال راح يا اهله دروع على الناس اهله في السواحل دروا انه عندنا قالوا سالوا لابوي قال ابغى انا الولد يطلع اول مره شكرا. قال رفض بعدين قلت له انا شيء اهلك يا ولدي اكيد هم اولى بك وهذا من بقى... التكافل الاجتماعي اللي كان موجود هذا والله آه والله اه نعم. نعم وهذا ايش قال الحين نحن في نعمه قاعد اشوفكم في نعمه حضر الوقت ومع بدايه الواحد يقلي قاعد اشوفكم في نعمه قال ما اجي اول من الاشياء هذه ابدا يا الله قالوا يعني لكن رغم هذا يا عم ناصر كانوا الناس متحابين. يعني متقاربين نعم متحابين الا بس الا هذيك يوم الا بس اسباب الحرب بالضبط اه, آه. ما تقول ولا لا. كانوا ولا الناس ولا كل, بيت تحس له كانه بيتك نعم ها أه؟ نعم عندك ابسط مثل شباب يتبادلون من, من الفتح يا الله لا يعطي تقارب البيوت ده يعطي. يوم تقارب آه, آه 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 لهم بالحبال هذا روي واحد لنا من شباب قال قال ده يعطي ده وده يعطي ده والله حتى لحد الان حيارك يجيب لك سمبوسه وانت تودي حتى الان بعض الاشياء تمت في اشياء معموله نعم ما كذا نعم شيء طيب نحن في الساحه هكذا حتى يجيب ده يبدا الوعاء اللي يجيبه نعطيه بديله نعم شوفه شوف تبهدل كذا اكيد اكيد ما هو تقول انه محتال لا بس حسك انك برضو يا عم ناصر او يا مقدم ناصر ايضا لك اهتمامات ثانيه في مجال الشعر تحب الجلسات الشعر وجلسات الدان من من الشعراء كذا يالستهم ولا والله نحن نحب يالسة الدان بس انا ماني شاعر انا الدان نحبه وسعيد عيد الله يرحمه ابو حشوان نعم. تعرفه ايوه وابو ناصر الحباني لو يلسات عندكم يلسون؟ نحن هو شعار حافتنا هو ناصر اه الحباني ايوه ابو محمد بن عوض الحباني هذا شعر الحافه نعم اصحاب الحافه حقنا جابته من الشعر شاعر للحافه لما سون ايوه عملوا له بيت وعملوا له كل شيء الحافه من الشعر هذا ثم تذكر برضو يا ابو عبد بن عامر مره صاحب تعرف صاحب بور اه بور هذا اللي يبونه في المطالع لا بس كان عندكم في الحوطه حسب كلام أنا... آه عمي سعيد قوقح آه. قال انه يا ابو شلو من بور صار عندهم اصحاب الحوطه وكان اعتبروه شعر يا هو قديم هو قديم هو, هو, هو قبل ناصر آه بن عامر هو هذا يسمونه عبني باسم اللقب أيوه, آه 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 ايوه بس ابن آه العامري عبد بن عامر ذاك يقولون اربع اه ذاك اللي دا عامري ذا ايوه عامري ذا آه يعني. لكن اقصد لا عبد بن عامر من بور آه لا لا ما, يعني ما, ما حضرته انت انا انه من الحباني هذا يا ابو من الشحر شعار للحافه حقنا وحفتنا لها مطالع من اول كذا مطالع نحن اول ايام السلاطين قال ما طلعنا نحن يقونه في, في, القصر القبلي الحين أيوة. القصر القبلي تكسر ايوه وهالصحيح كان يقونه في القصر الشرقي هذه عادات آآ آآ مقدم ناصر برضو جلساتك مع مع صالح ذي ومع الزواجات ومع الافراح والامور هذه اكيد تحفظ شيء من حق الاهازيج ذي ولا من الصوات يا ريت نحن احنا شيء من الاصوات كذا اللي تحفظها يعني انت يعني كما حق البصالح ولا ممكن يعني اي شيء تحفظه كذا نسمعه يعني من يعني نحن نحن يعني في هذه حق رب في المسجد طه هذا يا ربي يا عالم الحال اليك شيء طيب, طيب نسمعها ما منك الله يحفظك في ثاني ممكن اللي تحفظه يعني في تفضل مع اخر بعد مع السحور قبل الفلاح ايوه يدن في طه يقرا هذه يا شيء من حكم الاناشيد يا ربي يا عالم الحال اليك وياك لا مال عبدك فقيرا على الباب سهل المال يا من يرى سر قلبي حسب الطلاق حسبي هكذا آه قصيده طويله هي يقولون اناشيد هذه تكون في رمضان ولا في غير رمضان؟ هذه هذه خاصه في رمضان مع بدون السحور السحور هذا يبون نشيد عمر محفوظ باصالة هذا هذا خاص بالاناشيد هذا خاص بحق رمضان وفي العيال نخري مع العيال في المسايد مع الحبايب نعم ومنصوب وذا يخرجون الطياله الطياله نعم. هذه حق الربيع نعم الطيالة هذه أيوة. يندرون بالسلطان جابتنا اول ايوه من القصر لما اليامة الى الجامع بالطيالة. بالطياله ايوه أي آه الطياله ذي؟ هذه الطياله طاس هذا الطاس هذا وهاير كبير تنك <تقق> أيوة. تحقق تحقق تاك تقق تاك <تقق> تاك يعني تاك 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 هذه يقولون لما يروحون حق العناد دي دخل حق النبي الله ايوه <أه دخل الكبير هذا حق النبي الله هود العناد زي هذي الطيال يسمونها مع العلامات مع, العلمات. هذي مع برضو برضه انتم تقومون بها يعني هذا الحافه حقنا يندرون بالسلطان من القصر عقول لما لما الميز هذا عند الجامع كانوا يقول ميز حقه السلطان يحضر في العيد هنا يقعد ايوه يسمون المجلس المجلس ايوه, آه. على كثير يوم برضو التهيئه للعيد اول كان مثلا عند عندما كنت شباب كنت اطفال فرحتكم بالعيد يعني كيف كانت؟ والله فرحتنا زين فرحه صغار ولا حصلنا شيء من اول يعني وعين يعني كل شيء العام الحين برضو الان في الاحتفالات في العيد بدات الحويف تلقى احتفالات تمثيليات في الحويف يعني ابداع جديد بعض المواهب مسابقات يقدمون مسابقات الان بعد العيد وشي سمر بالليل يقون الحين بداوا يحيون الخلق في الاعياد عندنا الان في الاحياء حقنا حي الوحده وحي الحوطه تكون احتفالات وانا العصر وتكون احتفالات بالليل سمر ومسابقات وهكذا يحيون الليل عاد ما بداوا يصومون الست يطمون لما بالليل آه مقدم ناصر ايضا بغينا آه كلمه تقولها انت كمان نصيحه كذا توجهها للشباب الحين حقنا ذيلا اللي هو تقلدوا يعني سلكوا سلوك ما هي حق اهلهم ولا حق اجدادهم يعني كيف يعني. تقول لهم بالضبط نصيحه؟ وانا انصح أول الشباب هذا ببعض الحلاقات هذه مش تمام وللاسف انه يضوي بيته مش عارف انه ابوه ما ينتقده ولا هذا لازم الاب يكون له دور لا حضر الاب بيروح كله هذا لكن للاسف وبعض اللبس هذا يا سلوان مقطع يعني. هذه يعني ما عاداتنا احنا يعني عاداتنا الفوطه ما هي مشكله القميص حشيم ما يعني اشياء يا صور يعني اجانب معلقها يعني ما علي فرح بالكلام ذا لكن ولا السياكه تحصلهم يركبون خمسه على سيكل سته على سبب حوادث حتى اكيد وهذا ننصح الاهل والشبابهم انهم يتقيدون بامور اهلاتهم الاولين طيبين يعني الله يحفظك يعني. أعزائي المشاهدين، عزيزات المشاهدات، كان معنا في هذه الحلقة المقدم ناصر برك حنشي المسمى ناصر بوكندان، وقد أمتعنا كثيراً في هذه الحلقة بما رواه حول عمله في الحافة الشؤون الاجتماعية، وكذلك أيضاً الأمور الأخرى التي كانوا يقومون بها، وأيضاً الطقوس والأنشطة الرمضانية في سيئون. أه نشكره على هذه على هذه على حضوره معنا في هذه الحلقه وحتى الملتقى في حلقه قادمه لكم مني ومن طاقم البرنامج اجمل تحيه